السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مي عمر ترند بسبب عيد ميلادها. ده من الاخر يعني. مي عمر ظهرت على الترند عامل بحث دلوقتي ساعة ما بصور الفيديو بعد صد ترند ابرز محطات ومعلومات عن مي عمر. طبعا كلنا عارفين مي عمر، ولكن ممكن نخش نشوف حاجة بسيطة كده عن ابرز محطات مي عمر وبعد صد مي عمر وحركات البحث الترند على طول رواد السوشيال ميديا. مجموعة من الصور والفيديوهات المختلفة عبر مواقع التواصل احتفال بعيد ميلادها. اطلاق مي عمر بفستان القصير اللي هو عامل 3000 جنيه عشان الناس لو بتسأل بس. فاحنا لو طلعنا غيرنا بقى اخر حاجة عمل مي عمر عملتها اللي هي ناس مسلسل الفتوة بتاع ياسر الجلال، في قصدي مسلسل اسمه راو سكين سكي او مش فاكر اسمها ايه والله نسيت. كانت اخر عمل ليها رانيا وسكينة بس. فده مختصر المفيد يعني نقعد نتكلم. لا انت خش على الترند ويعرف مي عمر ترند ليه، هو بسبب الصور اللي عاملها لكم دي بس. يلا شكرا جزيلا لكم، اشتركت في الجرس وعلى قناة الاعلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.